هذه سائلة تقول: زوج ابنتي يشرب المحرمات، وابنتي عنده معها 4 أولاد، فهل أطلق ابنتي منه أم ماذا أفعل؟ وهل لو زكى أمواله تقبل زكاته؟ هذا عيب في هذا الرجل الذي يستعمل المحرمات كالخمور وغيرها، هذا عيب لك المطالبة بأن يفسخ عقد الزواج مع ابنتك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فإذا لم يتب فلكم الحق في أن تتقدموا للمحكمة بإنهاء عقد الزواج من هذا الرجل الفاجر، لأنه يفسد المرأة ويفسد ذريتها، ألا يجوز الاستمرار معه. أما إذا تاب إلى الله فهي زوجته والحمد لله.